هلا دكتور. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكور أخي العزيز بسام وإخوانك الصناعيين، وهذا اليوم يوم يؤكد على الاستراتيجية التي تم تبنيها من الحكومة وبتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن. ما شفناه من وجوه وما ألفناه من صناعات هو خير رسالة فيما يتعلق بالانفكاك من الاحتلال. الانفكاك من الاحتلال ليس شعار، الانفكاك من الاحتلال هو تعزيز منتوجنا الوطني، واحنا خصصنا يوم للمنتوج الوطني. والانفكاك من الاحتلال هو أن نستورد من العالم وأن ننفتح على العالم وأن لا نكون دائرة مغلقة. والانفتاح أيضا على عمقنا العربي، وإحنا كنا في الأردن ومصر والعراق، والشهر القادم سنكون في السعودية أيضا، وسيكون هناك مستثمرين سعوديين، وسيكون هناك زيارات لرجال الأعمال فلسطينيين إلى السعودية، وهناك وفد من قطر سيكون هنا موجود وسنذهب إلى قطر، وسيكون وفد برئاسة أخي وزير الاقتصاد إلى روسيا الاتحادية وموسكو من 30 رجل أعمال في 20 من الشهر الحالي. ولذلك هذا الأمر إحنا كحكومة نفتح الأبواب لكم، وأنتم كقطاع خاص نريد لكم أن تكونوا على سلم المشهد الاقتصادي، وإحنا بندور على اقتصاد من أجل أن يكون رافع للسياسي، والسياسي من أجل إنهاء الاحتلال. والمنتوج الوطني والصناعيين الفلسطينيين هم خير رسالة، ليس فقط من ناحية المنتوج، ولكن حيثما يكون هناك منتوج وطني يكون هناك علم لفلسطين. ولذلك نريد للصادرات أن تنتعش. وبحب أذكر أمامكم أن وارداتنا من العالم وليس من إسرائيل ازدادت بمقدار 16%، هذا يعني انفتاحنا على السوق العالمي بشكل كبير. هذا اليوم مبارك، هذا اليوم يوم المنتوج الوطني، وبحب أحيي كل الإخوان اللي موجودين من غرف تجارية وصناعيين وهيئات تمثيلية للقطاع الخاص وبنوك وكل من له، وإخواننا في شركات الاتصالات وغيره. وأيضا بحب أشكر إخواني في الأجهزة الأمنية، لأنه الأمن هو اللي بيجيب اقتصاد، والاقتصاد بيخلق فرص عمل، والاقتصاد رافع للسياسة، وإحنا كلنا شركاء في وطن واحد من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا. وإن شاء الله هذا المعرض بيكون في القدس قريبا إن شاء الله، وأنا سعيد جدا إنه إخواني من قطاع غزة يشاركوا بمشاركة فاعلة هذا اليوم، وإن شاء الله إنه الانتخابات يكتب لها النجاح وتعود وحدة الوطن وتعود اللحمة الوطنية بما يجمعنا بشكل كلي ومشترك تحت قبة البرلمان. تحياتي لكم أخي العزيز بسام وإخوانك في اتحاد الصناعات، شاكر لكم ومقدر هذه المبادرة، وإحنا فريق واحد من أجل فلسطين باسم فلسطين نفتتح هذا المعرض هذا اليوم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أجل فلسطين نفتتح هذا المعرض الصناعات الوطنية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا يا سيدي، يعطيكم العافية، بارك الله فيك، يعطيكم العافية يا شباب. شوي شوي بس شباب، ثواني ثواني. مرحبا يا سيدي، ليش هون؟ صناعة وطنية، شركة وطنية للكرتون. شوي غلبك؟ 30 سنة من الصناعة الوطنية. برافو، صناعة كرتون معروف. في عندك خط يعطيكم العافية يا شباب، مرحب فيكم، بارك الله فيك، مرحبا، شكرا جزيلا، والله شيء عظيم، حلو.
إذا بدك تعطي هذا الشغل مظبوط، هذا كله شغل يدوي، كله شغل يدوي. حلو، وين المصنع هذا؟ من يعرف اسمه؟ هذا احنا جزء من وين بتبيعوا هذا؟ والله في والله بيت كحيان محل انا هذا نفس هاي شو اسمه هاي عظيم يلا تفضل شوي 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 جنوب افريقيا نعم بعدين كنا من طعميك ومن ايش تفضل عشان بخبزوا والله عظيم والله بارك الله فيكم يعطيكم العافيه طبيعي اكيد عسل اصلي هذا بارك الله فيك تسلم ايديك والله شيء عظيم بارك الله فيك شكرا تمزح حبيبي